فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. آسفي انطلاقا من هذه الجهة، سنتابع هجوم خطير الآن لفريق أولمبيك آسفي، ضغط قوي آسفي بدأ المقابلة بشكل قوي واستطاع أن يسجل الهدف من أجل البداية المبكرة، وبالتالي نتابع هذه الإعادة لهذه الهجمة ولهذا الضغط القوي الذي مارس ياسين الحظ بوغيتا بهذه الهجمة المنسقة والتي كانت على مستوى وسط الميدان، وتابع هذه التسديدة التي كانت للاعب المرابط محمد والقدري حمزة كان في المكان المناسب. إذا كان هناك ارتباك في دفاع فريق الجيش الملكي وكبه ردة فعل قوية لفريق أولمبيك آسفي الذي بدأ المقابلة بشكل مبكر ومبكر جدا. أذكر بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. إذا على العموم يمكن أقول بأنه لحد الآن يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني القدري حمزة، القدري فريق الجيش الملكي. نتابع هذه الإعادة، كان سوء تفاهم في الإبعاد هذه المحاولة، نتابع نشاهد توني توبيو كوليبالي لم يبعد المحاولة وكذلك إلياس الحداد. إذن العملود وكوليبالي وإلياس الحداد يتحملان المسؤولية الثابتة في حقلهما من خلال هذه المحاولة، وبالتالي فريق أولمبيك آسفي وبالخطأ الإبعاد وفرصة الهدف الأول. إذن تونغرا يسجل الهدف الأول، وبكر تونغرا يسجل الهدف الأول في حدود الدقيقة 51. إذا فريق الجيش الملكي نتابع إبراهيم المزغودي مصطفى اليوسفي الإعادة لهذه المحاولة. العملود كان وراء التمرير وخطأ في الإبعاد من البرازيلي كلوديو رافائيل سانتوس. إذا فريق الجيش الملكي بعد تسجيل هذا الهدف تنفس الصعداء، وبالتالي سيسعى للعودة في نتيجة المباراة. مصطفى اليوسفي سنتابع مرة أخرى ضربة خطأ خطيرة جدا القدوي والفقية، يعني يمكن أقول بأنه خطورة حقيقية تبدو واضحة من خلال هذه المحاولة. القدوي ويسجل الهدف الثاني، القدوي يسجل هدف التعادل. إذن هدف التعادل، هدف التعادل جاء في حدود الدقيقة 68. قلت بأنه فريق الجيش الملكي بدأ يتحسس الخطورة، وبالتالي الإجابة جاءت في حدود الدقيقة 68. فرصة كانت حقيقية، قلت بأنه خطيرة جدا هذه المحاولة، وكذلك المسافة لم تكن بعيدة، وكذلك مرة أخرى لينيا خطيرة جدا يسير الحظ والهدف الثالث. أوي 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 القدري حمزة الهاتريك يسجل الآن، الهاتريك لقدري حمزة، ثلاثة أهداف لصالح فريق أولمبيك آسفي. قلت بأنه حمزة القدري خلق متاعب كبيرة لدفاع فريق الجيش الملكي، والآن يؤكد بأنه نجم هذه المباراة بدون منازع. نتابع عطية الله يحيى على الهدف الثالث لفريق
أولمبيك آسفي. نتابع هذه المحاولة الاختراق، تسديدة كانت جيدة للاعب الغورمندي شرف الدين والذي تمكن من التمرير. ياسر حاد تدخل ولكن الدفاع كان في الأوت، الدفاع كان في الأوت. إذن أمير بن هاشم كما قلت تحفيز كبير للاعبيه بطبيعة الحال. يوسف القديوي، هي كرة خطيرة جدا وفرصة تسجيل، فرصة تسجيل والهدف الثالث. مباراة عجيبة وغريبة، مباراة عجيبة وغريبة. تونغالا يسجل الهدف الثالث والثاني الشخصي له. إذن فريق الجيش الملكي يتمكن من التعديل، يتمكن من التعديل في حدود الدقيقة 81. نتابع ديوارا المزغودي وأخيرا تونغالا يرتئي الطريق الصحيح. أداء صعب خلال هذه المباراة. إذن هجمة الآن لفريق أولمبيك آسفي خطيرة جدا، خطيرة، أربع لاعبين أمام لاعبين، خطيرة جدا. أوه على مباراة، أوي 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 أوي. هدف رابع، هدف رابع. مباراة عجيبة وغريبة مرة أخرى سأقولها، مباراة عجيبة وغريبة. أوه أمير بن هاشم يعيش لحظات صعبة في دكة الاحتياط، كان متفوق بواقع هدفين للصفر. ومرة أخرى عدل فريق الجيش الملكي، ومرة أخرى يتفوق أولمبيك آسفي وعدل الجيش في الكرة في الهدف الثالث. ولكن قبل أن يأتي هذا الهدف الرابع، سيكون النهائي أم لا؟ هل سيكون النهائي؟